المجموعة الثالثة والجولة الثالثة في العباقرة أصحاب الموسم الرابع، وهفكركم بالنتيجة. كوميكس متقدمين 110، غرناطة 105. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيكسب الثلاث نقاط، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. السؤال الأول عبد الحميد، اتفضل عبد الحميد، عبد الحميد السمان، وهنشوف السؤال الأول وموضوع السؤال إيه. رياضة، تمام. سؤال في الرياضة بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. رياضة، والسؤال هو ما هو المنتخب الذي حقق أول فوز للعرب في تاريخ كأس أمم آسيا لكرة القدم؟ أول فوز في مباراة كان نسخة 1972، والبطولة دي كانت في تايلاند وكسبتها إيران. العراق. عمر الأباني مش موافق. لا أنا لا كان عندك إجابة تانية. العراق. إجابة خاطئة، مش منتخب العراق. كويت. كسب مين؟ معرفش، أنا مش فاكر، بس فاكر من نسخة 72 وإيران كانت هي اللي كسبت النسخة. الكويت أول منتخب عربي شارك كسب كأس آسيا 1980. أنا بقول 72. مصطفى نبيل، إجابة صحيحة. كسبوا كوريا الجنوبية 2-1. 20 نقطة غرناطة، تقدموا 125 غرناطة، كوميكس 110. كانت دي إجابتك يا عمر؟ لا بصراحة، عشان كده سألتك راديو ولا لا. مصطفى نبيل، بإجابتك دي معك كم نقطة؟ 1000. 1000 نقطة في برنامج العباقرة مصطفى نبيل. ألف نقطة، ده شيء عظيم. أنت كده انضميت لنادي الألف. الحمد لله. يعني تعدوا على الصوابع، نادي الألف ده يتعدوا على الصوابع. إحساسك إيه؟ أنا مبسوط جدا والله، ده سادس موسم ليا في العباقرة. ده يوري قد إيه إنك كفء وتستحق التكريم الحقيقة. نحيي كلها مصطفى نبيل تاني، ما شاء الله عليك، حاجة مشرفة جدا. ألف مبروك يا مصطفى على ألف نقطة. السؤال التاني، سامح عبد الله، تفضل يا سامح. سامح، وهنشوف موضوع السؤال ايه. ادب. سؤال في الادب يا غرناط. جوكر. سؤال طبعا بـ20 نقطه. ليه كل مره نقطة. كل مره بناخدش جوكر في اول سؤال وما بيتجاوبش وبنخسر. بص انا ماليش دعوه، ولكن فريق كوميكس دول اقوياء في الادب، هم خدوا الجوكر في الادب اصلا. انا بره الجوكر. لا خلاص مش بلاش. بلاش، وهنخسر بسبب السؤال الاخير برضه. بلاش. تمام، ممكن نشوف السؤال الاول. نغير السؤال او نخليه ب10 نقط. ممكن. ادب، والسؤال هو روايه بيت المساكين لكاتب مصري معاصر، فمن هو؟ اتنشرت 2021. مينا عاطف جاي. مينا؟ مينا عاطف جاي. يا لهوي، خسارة يا مصطفى. تاني مرة. تاني مرة يا مصطفى، خسارة. معلش، هارد لك، ما فيش مشكلة خالص. إجابة خاطئة. بتحكي عن شاب مسيحي بيحضر مولد متأكدين العذراء في بيت المساكين. بتقول يا ابني مين عادل جاي في جبل الدير لمدة أسبوع؟ مين عادل جاي؟ صح طبعا، مين عادل جاي؟ عمر، إجابة صحيحة. خسارة يا مصطفى كبيرة، ولكن الحمد لله إن أنتوا خدتوش 30 نقطة. الحمد لله. هاردك. سؤال الثالث، حلا، تفضلي. حلا عبد الرحمن، سؤال الثالث، وهنشوف موضوع السؤال ايه. سايب الناس جوكر قدرات ذهنية. وسؤال بـ30 نقطة، ودوسوا على البازر.
سؤال ب 30 نقطة، لو الإجابة صح ألف مبروك، العلامة الكاملة للمجموعة التالتة يا رب لفريق كوميكس. هنشوف قدرات ذهنية. والسؤال هو حل مسألة الآتية: 77 في 9 على 7 في 17 يساوي كام؟ 77 في 9 على 7 في 17 1683. ما شاء الله عليك. صح صح، إجابة صحيحة. العلامة الكاملة فريق كوميكس، ألف ألف مبروك. غرناطة ودعتوا البطولة، وللأسف الشديد ما كسبتوش ماتش النهاردة، مش محظوظين. مينا عادل جيد. لا مش دي بس، هما جزا نقطة. يعني لا دي لا اخر واحدة كان تحت ايديهم، ومن اي ماتش يعني كمان جزا سؤال بيطير من ايديهم. عبد الرحمن بجد يا مصطفى، اخر سؤال. زقزوق، اتفضل يا زقزوق. عبد الرحمن زقزوق، لفة كاملة يا زقزوق، وهنشوف موضوع السؤال ايه. فنون. سؤال في الفنون ب 30 نقطة، دوسوا على البزر. غرناطة، آخر سؤال ليكو في الموسم ده. فنون، والسؤال هو من هو مخرج فيلم السفارة في العمارة؟ تأليف يوسف معاطي، وبطولة عادل إمام وداليا البحيري. مصطفى نبيل إجابتك. عمرو عرفة. عمرو عرفة إجابة صحيحة. هتودع الموسم ومعاك 1030 نقطة. فريق غرناطة هنفتقدكم في دور الثمانية أكيد، وماتش النهاردة طار منكم، والحقيقة طار من إيديكم، يعني الإجابات كانت عندكم في أكتر من سؤال، مفيش مشكلة. فريق كوميكس، مباراة ودية قوية استعداداً لدور الثمانية، فرقت معاكو على 5 نقاط. فريق كوميكس صدارة المجموعة وتأهل لدور الثمانية ب9 نقاط كاملين. لسه عندنا مباراة ما بين الزيبق وجودزيلا، اللي هيكسب هيصعد مباراة كاس. أفضل لاعب في ماتش النهاردة مصطفى نبيل ب90 نقطة. برافو عليك يا مصطفى. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة في حلقة النهاردة 315 نقطة، ويبقى مجموع النقط من أول حلقة لحد دلوقتي 5035 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الدعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. فريق غرناطة هتوحشوني. ودعتوا البطولة، ولكن أنا في رأيي لعبتوا موسم جميل، ما كانش التوفيق حليفكم، مفيش مشكلة خالص. فريق كوميكس هشوفكم في دور الثمانية، ودور الثمانية مش هيبقى سهل. أتمنى لكم كل التوفيق، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.